آخر الأخبار الكرة الإسبانية في 100 ثانية، أهلا بكم. أفادت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أكد لرونالد كومان بأنه سيتعاقد مع هدفه الأساسي ممفيس ديباي، وأشارت الصحيفة إلى أن كومان لا يتنازل عن التعاقد مع ديباي الذي أراد ضمه في الصيف الماضي، ولكن طلبات ليون وقفت أمام النادي الكتالوني. يتلقى أتلتيكو مدريد مزيدا من الأخبار السيئة بإصابة نجومه، حيث انضم جواو فيليكس وتريبيا لقائمة المصابين. وتعرض فيليكس وتريبيا للإصابة في مباراة أتلتيكو مدريد أمام ريال بيتيز التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إصابة لاعبه لوكاس فاسكيز لإصابة في الرباط الصليبي بعد شعوره بآلام ومغادرة مواجهة برشلونة في الكلاسيكو. الصحفية المقربة من نادي ريال مدريد أرانشا رودريغيز التي تعمل بشبكة كادينا كوبيا الإسبانية أكدت أن فاسكيز سيغيب حتى نهاية الموسم ولن يلحق بأي مباراة لريال مدريد. كشفت شبكة كالتشيو ميركاتو الإيطالية عن رغبة نادي يوفنتوس في التعاقد مع لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية ماركو ساكونيا في الميركاتو الصيفي المقبل بصفقة تبادلية. وبحسب التقرير يريد يوفنتوس إبرام صفقة تبادلية مع إشبيلية بانتقال جناحه فيدريكو برناردسكي في مقابل ضم أكونيا من أجل تدعيم خط الوسط بالمستقبل. ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد يرغب في الرحيل عن تدريب النادي الملكي في نهاية الموسم 2020-2021. وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فإن زيدان يفكر بجدية في ترك النادي الملكي هذا الموسم. وأوضح التقرير أن زيدان يرغب في الرحيل لأنه مرهق جسديا وعقليا بسبب المتطلبات المرتفعة في ريال مدريد.